في أحدث الردود الروسية على تصريحات الرئيس الأمريكي التي قال فيها أنه يعتقد أن نظيره الروسي قاتل، طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واشنطن بأن تحسب حساب روسيا قائلا أن القاتل هو من يصف الآخر بذلك. وكانت روسيا سحبت سفيرها في واشنطن وقالت أنها ستتعامل مع إدارة بايدن على أنها لا ترغب في تحسين العلاقات مع روسيا. معنا من موسكو مراسلتنا أريج محمد من واشنطن، ينضم إلينا مراسلنا جو تابت. دعينا أبدأ معك أريج من موسكو. إذا سمعنا قبل ساعات رد الرئيس بوتين، كيف تتفاعل هذه القضية؟ حقيقة كارولينا، يعني تسلسلت ردود الأفعال الروسية الرسمية وتطورت وصولا حتى وصلت إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كما نعلم، والذي خرج برد فعل روسي متطور، خصوصا أن كلام الرئيس الأمريكي جو بايدن كان يخصه هو بالدرجة الأولى، ليقول لنظيره الأمريكي أنه على معرفة شخصية به ويتمنى له كل الخير ودوام الصحة، وذلك دون أن يكون كما قال مازحا، كان جديا فيما يقول. لكن على واشنطن، ورغم كل ما يجري حاليا من تدهور للعلاقة، من علاقة تسوء بين الطرفين، على واشنطن أن تحسب لروسيا حسابا وأن تنطلق من ما تبني به مصالحها أو تنتظر من روسيا في بناء العلاقات المشتركة بين واشنطن وموسكو، ليس مما تريده هي وإنما مما تريده موسكو. موسكو ستواصل العمل وتنسيق الجهود فيما يخص مصالحها الشخصية في هذا الإطار، بالإضافة إلى كون أن روسيا ستواصل بناء التفاهمات مع الجانب الأمريكي مستفيدة من العقلاء كما قال الرئيس الروسي على الجانب الأمريكي وهم كثر، وقال أن روسيا ستواصل اهتمامها بهم وتطوير العلاقة بناء على وانطلاقا على رغبتهم ببناء علاقات طبيعية ومستقرة مع الجانب الروسي. بطبيعة الحال كارولينا، ردود الأفعال الروسية كانت اليوم يخيم عليها الرفض والتنديد الشديد. الكريملين كان قد وصف هذه التصريحات بالسيئة للغاية وغير المسبوقة، ويعني أن موسكو ستنطلق في بناء مستقبل العلاقات مع الجانب الأمريكي من أن الرئيس الأمريكي لا يريد تحسين العلاقات مع موسكو. نعم. وكنت قد ذكرت أيضا التطور الذي كانت قد شهدته العلاقات يوم أمس، يوم استدعت موسكو سفيرها في الولايات المتحدة للتشاور. ننتقل إلى واشنطن العاصمة الأمريكية، كيف تلقت جو اليوم رد الرئيس الروسي وكل ردود المسؤولين الروس؟ حتى هذه اللحظة الإدارة الأمريكية ترفض وضع ما حصل من تصريحات متبادلة في الساعات الماضية، ترفض وضع هذه التصريحات في إطار شخصي. ما حرك الرئيس بايدن على وصف بوتين بأنه قاتل هو تقرير أصدرته مديرية الاستخبارات الوطنية في الساعات الماضية، والذي أكد بأن الرئيس بوتين وبتوجيهات منه طلب من الاستخبارات الروسية التدخل في الانتخابات الأمريكية التي حصلت في نوفمبر الماضي. لذلك الإدارة الأمريكية تتعامل مع هذا الموضوع ضمن إطار الوقائع الحسية، وطبعا من الممكن أن تؤدي هذه التصريحات إلى تحريك سلسلة مشاريع موجودة في الكونغرس الأمريكي وتهدف إلى فرض عقوبات على روسيا وتحديدا عقوبات شخصية على الرئيس بوتين. شكرا جزيلا لكما من واشنطن، كان معنا مراسلنا جو تابت من موسكو، مراسلتنا أريج محمد، شكرا جزيلا لكما.